في إطار مهام فرقة الشرطة القضائية بأم دائرة تعليم جلي أم ولاية قسنطينة على إثر الشجار الجماعي الذي وقع على مستوى الوحدة الجوارية الأولى بين مجموعتين من الشباب المقيمين بالمجمع السكني الأول والرابع، تم التدخل من قبل عناصر الفرقة بمعية قوات الشرطة من جميع المصالح الشرطية بأم دائرة تعليم جلي، تم على إثره توقيف 13 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 سنة مع حجز كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأصناف. تم إنجاز ملف قضائي قدم على إثر أطراف القضية أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين جمعية أشرار بهدف الإعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات باستعمال أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.